لقيت الجرس، فتحت لي ريهام وقالت لي الساعة 7 بالظبط، برافو عليك ملتزم بمواعيدك. رديت وقلت ازيك عاملة ايه؟ ردت وقالت تمام تمام اتفضل. دخلت واتفاجئت لان عيلة ريهام كانت كلها متجمعة. قلت لها ريهام هو انتوا عازمين عيلتكم كلها ليه؟ ردت وقالت لي ايوه يا عم عايزين يتعرفوا عليك، ادخل ادخل دي ماما وده بابا. وسلمت عليهم وفي ست لفتت انتباهي جدا، حسيت بشعور غريب من ناحيتها. قلت لها ازاي حضرتك يا طنط؟ قالت تمام يا ابني اهلا بيك اتفضل. دخلت وقعدت، بدأنا نتكلم عن حياتي وشغلي، وانا بدأت ارمي كلام وقفتي، وريهام بتبصلي باستغراب بتشاورلي بايديها. اصل كنت هقول ايه يعني؟ مفيش اي حاجة في حياتي ممكن اكلمهم عليها، بقيت اخترع قصص واحكيها. وتعشينا، قعدت انا ووالد ريهام. قال لي يا ابني هما اهلك فين؟ ليه ما جبتهمش معاك؟ هنا فهمت ان ريهام ما كلمتش اهلها اني وحيد وما عنديش اهل. قلت له والله يا عمي انا عايش بطولي وعيت على الدنيا وما عنديش اهل وما اعرف لهمش طريق، وبحاول ادور عليهم وان شاء الله هلاقيهم في اقرب وقت. بص لي بتمعن وقال لي ربنا يكتب اللي فيه الخير. قعدت السهرة ورجعت البيت ورن تليفوني، كانت ريهام. قلت ايوه يا ريهام. قالت لي يا بكاش ايه كل المغامرات والانجازات اللي انت حكيت عنها لعيلتي دي؟ هو ينفع كده؟ رديت قلت لها ما هعمل ايه يا حبيبتي، انت تعرفي عني كل حاجة، بس حبيت اكبرك قدام عيلتك عشان ما يقولوش انك ما بتعرفيش تختاري يعني. رديت وقالت تمام. هي القصص اللي حكيتها جابت نتيجة، واهلي حبوك قوي وقالوا لي يا زين ما اخترتي الشاب، باين عليه ابن حلال وواعي للدنيا كويس، ربنا يوفقك معاه. فرديت وقلت جد يعني ينفع الاسبوع الجاي اجي واخطبك رسمي؟ ردت وقالت لي ايوه ينفع، انا هظبط الجو هنا تاني وهقول لك على ميعاد. قلت لها تمام تمام جدا تمام جدا انا مستنيكي، انا مستني الخبر منك. وقفلت قلت يا اخيرا هيجي يوم انا كنت بحلم بيه وارتبط بفتاة احلامي، اخيرا هيكون يوم حلو في حياتي. مينفعش مينفعش اخطبها وانا بخبي عنها مصايبي السودة، لازم اقول لها عن كل حاجة بتحصل. انا خلاص كده كده بكرة هشوفها واحكي لها على كل حاجة. وجا تاني يوم واتصلت بيها وقلت لها ازيك يا ريهام عاملة ايه؟ وردت وقالت تمام انت ازيك دلوقتي؟ رديت وقلت لها انا كمان كويس حلو. هو انت فاضيه النهارده يا حبيبتي؟ اصل عايز اشوفك. ردت وقالت لي انا تمام فاضيه، انا كمان عايز اشوفك على فكره. رديت وقلت لها طب يبقى حلو قوي اشوفك وهنتغدى مع بعض، واتفقنا على مطعم مش مهم اسمه ايه، المهم رحنا وقعدنا وسلمت على ريهام. ريهام قلت لها احنا ما ينفعش نرتبط ببعض قبل ما تعرفي عني كل حاجه. ردت وقالت لي ايوه كده النهارده هيبقى يوم الاعترافات وانا كمان عايز اعترف لك بكل حاجه. رديت وقلت لها طب تمام انت اعترفي الاول. قالت لي لا انت اعترفي الاول. قلت لها طيب ماشي يا ستي مش هنزل لك كلامك. بص يا ريهام انا حياتي بايظه ومتبهدله جدا وغريبه جدا بالنسبه لك وبالنسبه لاي حد. حكيت لها كل حاجه كل حاجه مريت بيها بدون ما اجيب سيره المفتاح. ردت وقالت لي انت بتتكلم بجد يا حسام؟ انت اكيد بتشتغلني، انت بتضحك عليا صح؟ قول انك بتهزر وانك خلصت النكته. هنا دموعي نزلت قلت لها مفيش نقطة، الكلام اللي بقوله ده مش هزار، يا ريت اكون بهزر بس للأسف كل اللي حكيته لك حصل لي فعلا. ردت وقالت لي خلاص يا حبيبي انا اسف، اكيد ربنا هيسعدك وهتلاقي طريقة تتخلص فيها من كل حاجة، انت بس اصبر. قلت لها
أنا صابر. مستني فرج ربنا أكيد، بس دلوقتي نظرتك اتغيرت ناحيتي صح؟ ردت وقالت لي بالعكس، أنا دلوقتي حبيتك أكتر لأنك كنت صريح معايا في كل حاجة، ولو أني مش مقتنع قوي بالحكاية اللي انت حكيتها أو حكايات العفاريت والحاجات دي، بس ما علينا. أنا دلوقتي عايز أحكي لك الماضي بتاعي، ياريت تسمعني كويس. أنا كنت مرتبطة بشخص قبلك، كان اسمه محمود، حبينا بعض كتير وتعرفت عليه في الجامعة، وقال لي ان هو بيحبني وفضل فترة طويلة يحاول يقرب مني لحد ما قررت اني ادي لنفسي فرصة واحبه، وتعرفت عليه وقتها وكان ظاهر عليه انه ابن ناس قوي وكان شاب محترم لأبعد الحدود. قربت منه وهو قرب مني وحكالي عنه كل حاجة وانا حكيت له عن نفسي كل حاجة، واستمرت علاقتنا لمدة سنة كاملة. وفي يوم جات لي مكالمة من بنت عمي أميرة، وقالت لي انها شافت محمود مع بنت تانية. ردت عليها وقلت لها ممكن تكون اخته او قريبته. ردت اميرة قالت لا، قريبته او اخته يدخل هو وهي شقة ساعتين وبعدها يخرجوا بهدوم مختلفة عن اللي دخلوا بيها وبيضحكوا. على كل حال في صديق مقرب مني بيراقبه، اول ما يروح للشقة تاني انا هقولك ونروح نكبس عليه. قلت لها تمام. بعد حوالي اسبوع اتصلت اميره وقالت لي تعالي بسرعه للعنوان اللي بعتهولك، تعالي بسرعه، محمود دلوقتي جوه الشقه ومعاه بنت غير البنت اللي حكيت لك عليها. قمت لبست بسرعه وخرجت وطرت على هناك. كانت اميره بتستناني وطلعت انا وهي وزياد الشاب اللي كان زميل اميره، هو دلوقتي خطيبها. المهم خبطنا على الباب والباب اتفتح، لقينا محمود واتفاجئ لما شافني وقال ريهام انت جيت هنا ازاي؟ رديت وقلت جيت هنا عشان اشوف خيانتك بعيني، مين البنت اللي معاك وايه الشقه دي؟ ما قلتليش ان انت عندك شقه زي دي يعني. وخرجت بنت بسرعه عدت من بينا وانا لحظتها جريت وطرت على بيتنا وكنت منهاره من العياط. قطعت علاقتي بمحمود طبعا، ومن وقتها شلت فكره الارتباط دي من دماغي تماما لحد ما شفتك اليوم ده وحبيتك. مديت ايدي على وش ريهام ومسحت دموعها، قلت لها خلاص ريهام ما تعيطيش، والله قطعتي قلبي، احمد ربنا ان كشف امره قدامك وما استمرش خداعه عليكي كتير. ردت وقالت لي خلاص انا نسيته، بس الخيانه بتوجعني قوي لما افتكر الموقف. انا كنت مغفله وكنت طايشه، بس خلاص انا دلوقتي احسن، وهو ده كان اعترافي ليك، انا كمان حكيت لك على كل حاجة. رديت وقلت لها وانا زيك، انا كمان خلصت. روحنا ووصلتها البيت وحلفت عليا اني ادخل واشرب فنجان قهوة، ودخلت وشفت الست اياها اللي لفتت انتباهي وقتها، بحس جسمي بينمل كل مرة بشوفها فيها. سلمت عليهم وقعدت، وريهام قالت لي الست دي بتكون مرات عمي، مرات عمي حسن، أم أميرة، أعز صديقة عندي وبنت عمي وأختي في نفس الوقت. قلت لها تشرفنا يا ستي. وطول الفترة اللي كنت قاعد فيها الست دي بتبصلي بصات غريبة جدا، ما كنتش مطمن، معرفتش ازاي شربت القهوة وروحت. مرت الأيام وتمت حفلة الخطوبة وجت الليلة الملعونة، ليلة راس الشهر اللي لازم اقدم فيها قربان جديد. استنيت الساعة 11 بالليل وخرجت ودورت على راجل كبير في العمر وخليته يلمس المفتاح، وفي لحظتها اتشقت الارض من تحتيه وبلعته. انا اتصدمت من المنظر، هو مرة يحصل كده؟ رحت للبيت جري وقلت ربنا سامحني على اللي بعمله في الناس، ربنا سامحني. ولعت النور واتخضيت لان لقيت فيه شخص قاعد على الكنبة ظهره كان ليا. قلت له انت مين؟ قال لي ما تخافش انا حارس العهد. لفلي وقال لي اتقبلت الاضحية التانية، ملك المذهب عايزك وقرب مني وحضني. اختفينا، ظهرنا جوا قاعة والملك المذهب كان بيضحك ضحكة
شريرة، وقال لي قرب مني يا حسام ما تخافش انت ماشي كويس بتنفذ كل اللي طلبناه وانا مبسوط منك جدا عشان كده هيكون معاك 100 جني من اقوى الجن في خدمتك، اطلب اي حاجة منهم وهينفذوا على طول. وظهرت من عدم مخلوقات سودة قصيرة ما يعديش طول الواحد منهم 90 سنتي، وبدأوا يجروا في كل مكان ودقايق واختفوا. انا كنت متجمد مكاني، كنت متجمد مكاني من الخضة. الملك المذهب قال لي ما تخافش، هما دول خدمك، واداني صندوق مليان ذهب مليان. اخدت الصندوق وشكرت الملك وخرجت ورجعني الحارس لبيتي. وهنا خطر في بالي سؤال وقلت الحارس العهد، هو ينفع اسالك عن عيلتي؟ هو انتوا تعرفوا اي حاجه عنهم؟ انتوا تعرفوا مش كده؟ انتوا قلت لي ان هم عايشين، طب ممكن تدلني عليهم؟ ردوا قال لي لا مش هدلك دلوقتي، بس ما فضلش كتير عشان تعرف عليهم واختفى. وقلت ياه ده مفيش منهم اي فايده خالص. رحت لأوضة النوم، جهزت سريري عشان انام، وفي لحظتها لقيت قطه سودا جنب الاوضه. حاولت تطرده بس ما بيخرجش، مسكت شبشب ورميته عليه اتفاداه ونطق. ايوه نطق، القط كان بيتكلم وقال لي سيدي انا مش قط، انا حارسك الشخصي وهكون معاك دايما. اسمي جلجل. وقت ما تحب نادي وقول جلجل وانا هكون جنبك. قلت هو انا ناقص جلاجل؟ انت مين يا عم انت كمان؟ انا ناقص خضة. تمام يا عم جلجل، مع انك سرعتني. ماشي، ممكن تفضي القطة دلوقتي عشان عايز انام بقى. في لحظة القط ده اختفى وانا نمت عادي. ما اصل الحاجات دي خلاص ما بقتش تأثر فيا، جسمي نحس من الرعب اللي كنت بشوفه. صحيت تاني يوم على صوت الباب، قمت وانا مستغرب مين جاي على الصبح كده، انا ما عنديش صحاب يعني. وقلت مين، وجالي صوت ريهام وهي بتقول افتح يا رخم، بقالنا ساعة واقفين قدام الباب بنخبط، ايه النوم ده كله؟ فتحت الباب وانا مقفل ومش شايف قدامي، شفت ريهام ومعاها بنت تانية زي القمر. قلت اهلا وسهلا اتفضلوا. دخلوا ودخلت ريهام وقالت انا جبت معايا بنت عمي اميرة علشان مش هينفع ادخل شقتك لوحدي. رديت وقلت تنوري انتي وبنت عمك، اتفضلوا استريحوا هنا دقايق وهكون معاكم بالظبط. رحت طبعا غيرت هدومي وظبطت نفسي وقلت الزيارة الرخمة المفاجأة دي، ريهام اكيد بتختبرني. يا بنت الايه. طلعت تاني وقلت نورتوني تشربوا ايه بقى؟ ردت ريهام وقالت مش عايزين اي حاجة يا عم، تعال انا عايز اكلمك شوية عشان العفش بتاع البيت. جيت ابص على بيتك عشان اشوف نقصه ايه، بس الظاهر بان البيت كامل من كل حاجة. رديت وقلت طيب يا ريهام خدي راحتك يا ستي، ده بيتي وبيتك، انا هعمل قهوة وانتوا اتفرجوا براحتكم بقى. رحت حضرت القهوة وفارت واتكبت على البوتاجاز وقلت مش وقتك خالص. جت ريهام من ورايا وقالت لي ايه ما بتعرفش تحضر قهوة؟ رديت وقلتها خططيني، كنت طب كحي ولا اي حاجة، اديني اي اشارة انك موجودة يعني عشان اعرف انك داخلة. قالت لي انا اسفة يا سيدي حقك عليا، المرة الجاية هنبهك، تعالى بس دلوقتي هحضر القهوة معاك. حضرت الهام الصينية وصبت القهوة وخرجنا للصالون. قلت لا 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 سيبيه ارميه يا اميرة، ارميه. وجريت ناحية اميرة واخدت منها المفتاح ورميته على الارض. قلت يا نهار اسود انت عملتي ايه؟ ليه يا رب؟ يا نهار اسود. كان في جنبي فازة مسكتها ورزعتها على الارض واتكسرت 100 حتة. قلت بتمد ايدك على حاجات مش ليكي ليه؟ نهار اسود على اللي هيحصل. قامت اميرة من على الارض وقالت لي انا اسفة بجد، معرفش انه ما ينفعش المسه، بس بص هو سليم ما حصلش اي حاجة، هرجعه المكان واسفة بجد. وراحت تشيل المفتاح تاني.
المره دي نطيت من مكاني وانا بصرخ، قلت سيبيه خلاص سيبيه انا هشيله. رحت وشلته ورجعته لمكانه وبصيت له باستغراب، هو ايه اللي جاب المفتاح هنا؟ انا كنت دفنك عشان محدش يلمسك. اكيد دلوقتي اميره هتموت، اكيد اميره هتموت دلوقتي. لازم اتصرف، لازم اعمل اي حاجه. هنا اتكلمت ريهام وقالت مالك يا حسام، في ايه؟ انت منفعل كده ليه؟ ما حصلش حاجه يعني، البنت حبت تتفرج على التحفه دي ونزلتها عشان تشوفها اهو، في ايه يعني؟ ايه المشكله؟ رديت بغضب وقلت لها في ايه؟ يا نهار اسود. استني، رحت جبت حبل وقلت ريهام ساعديني، لازم نربط اميرها بسرعه. ريهام صاحت وصرخت قالت لي انت تربطها، انت تعبيط ولا ايه؟ انت تربطها ليه؟ انا بدات اخاف، هو في ايه يا حسام؟ رديت وقلت مفيش وقت، يلا انجازي وساعديني، الله يكرمك، لو بتثق فيا ساعديني. اميره قالت انا متاسفه جدا، وقلت لها انا اللي متاسف جدا، بس لو ما ربطتكيش دلوقتي انت هتموتي. اسمعوا مني، ابوس ايدكم، اعملوا اللي هقول لكم عليه بالنص. بدات اميره تعيط وجريت وهربت من البيت، وهنا انا وقعت على الارض وبدات اعيط واقول ليه يا رب. صرخت ريهام فيا، يا حسام فهمني ايه اللي بيحصل، يا حسام في ايه؟ البنت ما غلطتش يعني، انت بتعمل كل ده ليه؟ وانا بعيط قلت لها هتموت اميره انا متاكد. قالت لي ريهام طب ليه بتفتكر كده، ليه هتموت؟ قلت لها فاكره لما كنت بعترف لك عن الناس اللي بيموتوا بسببي؟ ردت وقالت ايوه فاكره. قلت لها اي حد بيلمس المفتاح غيري بيموت خلال دقايق. ردت وقالت يا نهار اسود انت بتتكلم بجد؟ انا خارجه. جريت وطلعت من البيت، وهنا افتكرت جلجل، صرخت وقعدت اقول جلجل يا جلجل انت يا زفت، رد عليا انت فين؟ رد عليا بصوته الخشن وقال لي ايوه تحت امرك انا موجود. جلجل انت شفت اللي موجود وشفت اللي حصل صح؟ قال لي ايوه انا شفت كل حاجه. رديت قلت له طب اظهر يلا قدامي انا عايز اشوفك. ظهر لي وقال لي تحت امرك. قلت له بغضب اميره لمست المفتاح، ايه اللي جاب المفتاح هنا؟ رد وقال لي انا اللي جبته بامر من الملك المذهب. رديت قلت له ليه جبته ليه؟ ما انا امبارح قدمت زفت وضحيه، عايزين مني ايه تاني؟ قال لي ما تخافش مش هيحصل لاميره اي حاجه. رديت وقلت له ازاي يعني؟ هو مش كل حد بيلمسه بيموت؟ قال لي لا اميره مش هيحصل لها حاجه لان اميره من دمك. قلت له ايه؟ دمي؟ ازاي من دمي؟ قال لي اميره اختك.